السلام عليكم، اسمي محمد الطاهري، مرحبا بكم في هذه القناة التي ستكون مخصوصة لتمارين الرياضيات الجبر أناليز الجيومتري. اليوم الفيديو رقم 1، نتعرف على المتطابقات الهامة. هناك 3 أنواع من المتطابقات الهامة: متطابقة هامة رقم 1 ورقم 2 و3، ومتى تستعمل المتطابقة الهامة. لنبدأ الآن. لتكون A و B عددين حقيقيين، A B تنتمي إلى R، متطابقة هامة رقم 1، عندنا المثال الأول، متطابقة هامة رقم 1، يعني عندنا A زائد بي الكل مربع، يعني هنا هذه جزء من التعمير والنشر، إذا نبينها الأول ونستعملها في المثال. يعني A زائد بي الكل مربع تساوي A زائد بي عامل لA زائد بي، وننشر هذه، يعني يولي A في A، A زائد A في B، يعني A في B زائد B في A زائد B في B، إذن تساوي A مربع، هذه نجمعوا A في B نجمعوهم زوج، هي تولي 2 مرتين A B زائد B و سي 2 مربع. المتطابقة رقم 2 نفس الشيء، غيكون فرق، بدل ما يكون زائد يكون فرق، يعني A ناقص B مربع تساوي A ناقص B جداء A ناقص B. نفس الشيء هنا، A في A ناقص A في B ناقص B في A، ولا A في B نفس الشيء، ناقص في ناقص ترجع زائد، زائد ب مربع، إذن A مربع ناقص مرتين AB، نجمع هذه ناقص A AB ناقص BA تساوي مرتين AB زائد ب مربع. هذه متطابقة هامة رقم 2. نمشيو المتطابقة هامة رقم 3، هي والأخير A مربع ناقص B مربع تساوي A ناقص B جداء A زائد B، ونتم عملية النشر هنا، إن A في A زائد A في B ناقص B في A ناقص B أس 2 B في B. إذن هنا A مربع، هذه A في B ناقص B في A صفر، ناقص صفر ناقص B مربع، إذن A مربع ناقص B مربع. أوكي، هذه بينا عليها يعني كيفاش بها. الآن نمشوا الأمثلة، أمثلة مثال رقم 1، نأخذ متطابقة هامة رقم 1، يعني x مربع زائد مرتين x زائد 1 تساوي، نطبق هذه المتطابقة رقم 1، إذا x مربع زائد 2 في x في 1 زائد 1 مربع تساوي x زائد 1 مربع. نعوض فقط x بA و b ب 1 هنا. المثال الثاني هو x مربع ناقص 2x زائد 1، ولا نأخذ مثال، هذا المثال يعني نفس الشيء، بدل ما يكون زائد يكون ناقص، أترجع x مربع ناقص مرتين مثلا في x في 1 زائد 1 مربع. إذن هذه هي المتطابقة الهامة. نمشي المتطابقة الهامة رقم 3 والأخيرة، هي x مربع
نقي 16 مثلا، ترجع على هذا الشكل، نرجع على هذا الشكل، 16 تساوي لنا 4 و 2 هي هذه، نعوض ب 4 وترجع x ناقص 4 جداء x زائد 4، وهذه هي المتطابقة الهامة. ومتى تستعمل المتطابقة الهامة؟ تستعمل في حل المعادلات أو التعميل، يعني خاصة معادلة من الدرجة الثانية، مجهول ولا مجهولين. الآن مرة أخرى نتعرف على المعادلات من الدرجة الثانية. إلى أجلكم ما تنسوناش تدعمونا بسبسكرايب ولايك. شكرا، السلام عليكم، شوفكم في الفيديو القادم.